انت ما بتقدر. لا النص انت يا ام منا. رجع دفش، رجع دفش لورا. اوكي ها صعيب، شغله كثير مهمه. كل هدول التمارين فيكم تعملوا لهم اياها مع طابه، مع طابتين كمان. اوكي فانا اذا بدي اعمل مثلا تمارين بول هاتري، احسن ما اوقف اللاعب ساوي تمرين على الواقف او تمرين كيف ما كان، ضيفاً مع هالتمارين يلي هو بضيف للاعب مرونه، ميونه، سرعه، ردود افعال سريعه، وكل هدول الحركات انا بدي اياهم بالجيم. يلا هذا كثير مهم انه انا اعمله بالطاوله. هذا الباب. هذا الباب. هذا الباب. هيك بيمسك ايده. هذا الباب. نحن عندنا بدنا نقطع. ما شغل. يعني صار ما بفهم وصلنا ست فهم عن طريق. لما ما بقى بعد هذا ما بقى بتطلع. بدي كروري اجيب خضر جديد. هذا طالع. بدي ناس تذكر كل هالجارد تسوي. يمين يسار بطن سيدرا وراك حركة سيدرا عادي تبركوا على البنش يلا بس عملوها مضبوطة تمام هذا فيكم تعملوه من اليمين من اليسار من النص كمان كثير مهم انه اللاعب يتعود انه هو عم يعمل دريب يكون في عنده بريشر ديفنس مو كل الدفاعات بتركوك تطجي او تعيشي مثل ما بدك في دفاعات دقة خاصة إذا كنت لاعب منيح فرح يكون في عليك ديناي فرح يكون في عليك فول ديناي عشان هيك كان الله يخليك كثير بضيفوا للولاد هذول التمارين اللي فيهم احتكاك ليحسوا ليش هن عم يدفشوا بعض؟ ليش لازم يتعودوا يحتكوا باللاعب؟ احتكاك طبعا هو مهم بالديفنس وبالاوفنس وكمان بالديفنس بس في سؤال هذا التمرين هو بس يعني بقى كل شيء هذول شنو فيك تعطيهم من الولد هو تنس قبل ما يجيبوا لك الطابات ما في طابات تعملي لهم هذول وبيفيدوا هلا تعالوا نص الملعب صور صور بس المدرب لا بلا فاضي انا بدي الشرح المدرب ايش بحكي بديش عندي نفسي اوكي هلا بنعمل سباق بدنا ندفش بعض تشيني اوكي نشوف مين بياخذ الثاني على الخط بالضبط انا اقول لا هيك عم نعملها مع بعض مش هيك يا ما تدفش هيك هي بدها تدفش ايوه انا بدفش مين اول وحده بتوصل على توصل الثاني على الخط اذا شفت في كلياتكم ما حدا عم يوصل الثاني على الخط ف 30 ثانيه 30 ثانية صبية بشنطة خليكم متوازنين ليش واقفين؟ شباب